طيب للأسف إن في بعض قوى الشر يعني اللي هي دايماً دولة بتتكلم عنها اللي بيلعبوا في دماغ الناس اللي يعني يعني أنت العيل بتاعك هو اللي هيوقف عجلة التنمية. طب ما تشوفوا الصين عملت إيه، ما الصين فيها أعداد كبيرة وفيها تنمية، والناس عشان بتفكر بشكل بسيط ما بتحطش في ذهنها إنه لأ الزيادة السكانية بتبتلع التنمية. هو فعلاً محتاجين نخلي المواطن يحس انها مشكلته، هي مشكلتي انا، مش مشكله حكومه تروح تحلها، هي انا عندي، انا كشخص عندي مشكله. حضرتك بتجيب طفل زياده محتاج تعليم، محتاج حضرتك صحه، محتاج فرص عمل، محتاج اسكان، محتاج خدمات اجتماعيه عديده. طيب الدوله هتقدر تأدي لكل اسره لو ليها 8 اطفال، لو ليها طفلين او طفل واحد؟ يعني جه وقت يا فندم على المجتمعات الأوروبية، وإحنا كباحثين طبعاً طفنا حول العالم في تجارب كتيرة، جه وقت على المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الأسيوية، ودي ده شيء غريب من الأسيويين طبعاً عندهم كان تعداد زيادة برضو دول كتير زي الهند وزي الصين وزي كوريا وزي غيره. حضرتك جه عليهم وقت إنهم بيتحايلوا على الناس إنها تنجب أطفال. الحكومات بتقول لهم هنديكوا دعم للطفل الثالث بس هاتوا اطفال، ما كانوش بيجيبوا اطفال. ليه؟ لانهم حسوا بدورهم. لازم يكون هناك وعي، والوعي ده والله مش مفهوم سطحي ولا مفهوم مجرد الناس بتتريق عليه وبتقول ده مش موجود في الدنيا، لا ده القياده السياسيه الحكيمه ادتنا اكتر من اندرلاين وخط احمر تحت كلمه الوعي. وعي المواطن، تعيش في مجتمع بلاش تكون انمي، حاول تدي للمجتمع اللي اديك. ناس كتير قوي تتكلم هي البلد اديتنا ايه، لا البلد بتعلمك، مفيش بلد بتعلم ببلاش. في الاكلي بلد في اسيا او افريقيا او اوروبا بتعلم ببلاش، البلد بتجد لك فرص عمل على قد ما تقدر، بتعمل لك ماركتنج وتسويق، بيحصل يا فندم تسويق لفرص العمل وعروض ومعارض لفرص العمل. مصر فيها طفره، حاول انك تسير الطفره دي، حاول ان تكون يعني زي ما بيقولوا في مصنع الإنتاج وليس مصنع الإنجاب. شفتي حضرتك الكلمة دي؟ مصنع الإنتاج وليس مصنع الإنجاب. طيب حاول تفكر out of the box، خارج الصندوق. طيب هل دكتورة، انت الأطفال اللي انت بتزودهم دول هتقدر عليهم، هتقدر عليهم صحيا؟ ده بقى اللي بنقوله، ان هو يفكر هو في نفس، يعني يعني اذا كان يعني المواطن اللي بيخلف كتير بيفكر في انه انا مالي انا ومال التنميه، ابني مش هيأثر في التنميه، مهم انه يحس انه لا انا انا كمواطن هتأثر، وعيشتي وعيشه ولادي مش هتكون كويسه.